شو صاير لك يا إبراهيم؟ وينو عقلك؟ مولاي أنا لهلأ ماني فهمان بشو عم تفكر جنابك ولا شو هي خطتك. شو نسيت؟ تتذكر السنة الماضية لما رحنا نصيد الغزلان بجبل سيردس وضيعنا طريقنا؟ وقتها غابت الشمس ونحن عم ندور بالمكان بدون هدف، بعدين شفنا حطاب ختيار ماشي بنص الغابة، قام إجا ساعدنا ودلنا على الطريق المزبوط لنطلع. بس نلاقي واحد بيعرف المنطقة منقدر نحط خطتنا صح. هلأ فهمت عليك، لا تؤاخذني لأني تسرعت شوي. لا ولا يهمك، شغلي بدها صبر يا إبراهيم. إجا والي البوسنة هاني بيك ووالي الساماندرا هورسو محمد بيك، شو بتأمرونا نعمل؟ منيح كتير، خليهم يجوا فوراً. مولاي، بلغراد موجودة هون بتقاطع نهري تونا وساوا، إذا قدرنا نفتحها منكون غرزنا خنجر بقلب الصليبيين، لأنه بلغراد هي مفتاح المجر. الملك لايوش عم يتلهى بالحفلات بقصر بودين، إذا نجحنا باحتلال المجر منكون أخذنا تار أجدادنا من الكفار الصليبيين. الوزير بيري باشا رح يحاصر قلعة بلغراد، ما قلت لنا انت شو رأيك؟ يلي قاله هاني بيك كله صحيح، رعاياكم بالسماندرا بيضحوا بأرواحهم كرمال تحقيق أهداف السلطنة، بس نحن بحاجة لجسر إذا من أمنه بيقدروا رجالنا يوصلوا بسهولة لأبراج القلعة، وقتها ما حدا بيقدر يرجعنا من هنيك، والمدافع الجديدة وصلت وهالشي أكيد رح يساعدنا كتير. مولاي العيون تبعي قالوا في حفلة عرس بقلعة زمون والقائد رح يتجوز، يعني في حفلة ورح يشربوا ويسكروا مثل العادة، أكيد لازم نستغل الفرصة ونهاجمهم. آها برافو عليكم، هذا الخبر حلو كتير. جماع رجال بوديني بتتأجل، هدفنا بلغراد، بلشوا بإنشاء الجسر. مولاي أنت رح تشرفنا بقيادة الهجوم على القلعة بنفسك؟ معقول ما أروح معكم وأحضر عرس القائد؟ وصلت سفننا يلي رح تهز جبال أوروبا يا جلالة السلطان. شوف قديش مبسوط بهالخبر، مفكر حاله رايح يلعب. ما هي الحرب مجرد لعبة، في لها قواعد مثل أي لعبة تانية، ومشان هيك لازم تعرف منيح إمتى بدك تهاجم وتعرف إمتى بدك تنسحب. جلالتكم بتقولوا الصبر هو أهم سلاح بالحرب. اللي بيصبر على ضفاف النهر أطول مدة هو اللي بيخلي جثث العدو تسبح على وش المي. لازم نخلي العالم يشوف كيف عم نحارب وكيف عم نفتح وكيف عم ننتصر، وهيك بيخاف منا. ولكن أهم شغلة إنه عدونا ما يعرف أبداً شو هو السر وراء نصرنا. مولاي الملك لايوش موجود بالقلعة وهو ضيف الشرف بالعرس. يا سلام، مو مفروض نقول له مبروك؟ جهزوا المدافع بسرعة. جاهزين يا نصوح؟ جاهزين مولاي، ونحن معك للموت. لا تموتوا، موتوهم. حفلتنا قربت تبلش يا إبراهيم، انت جاهز؟ نحن بانتظار أوامرك. ها
اليوم هو يومنا لنقضي على أعدائنا الكفار. حركوا. هذا اللي عم يصير. الجيش العثماني هاجمنا. مولاي جنابك لازم تمشي بسرعة، حياتك بخطر. امشي. لايوش وين صار؟ نحن لازم نمسكه بسرعة. Thank you.
أرييل، أرييل، أرييل. أنا قلت لكم دوروا تحت كل حجر بالقلعة، كيف خليتوه يهرب؟ مولاي لا يهرب منا. أنا عبد كتير محظوظ يا مولاي، لأنه الله سبحانه وتعالى أكرمني ومد بعمري لحتى أشوف هالمجد هاليوم المقدس. أكيد حننتصر هلأ بالكراد، وبكرة رح يكون في عنا هدف غيره. يلا أدعو لربي لي ولكم. يا رب استجب لدعوات عبدك واقبل منا، اقبل منا يا رب العالمين. من عبدك سليمان قربان المسلمين، ثبت من عزيمتنا واجعلنا دائما من القوم المنصورين يا ربي. بارك لنا بكل خطوة نخطوها يا رب العالمين. شوف هالولاد ما عم بيفكروا بشي غير اللعب والضحك، مو خايفين لا من حرب ولا من جوع. شو متمني شوف مصطفى هلأ ضمه لصدري. صار لك شهرين تقريبا ما شفته لمصطفى يا مولاي، أكيد بتكون مشتاق له. ما بعرف شو بيصير لي لما أتذكر مصطفى وغيام، مشتاق لهم كتير. انت لازم تشوف لك شي واحدة تكمل حياتك معي يا ابراهيم، العزوبية شغلة صعبة. صدقني وجودي جنب حضرتكم هو مصدر سعادتي الحقيقية يا مولاي السلطان. لا تحاول تلف وتدور، شو اللي بيخليك تكتب شعر بنص الليل الا اذا كنت عشقان؟ انا بقدم شكري لفخامتكم لانكم تبنيتوا فكرتي يا مولاي. بلغراد من زمان تمنينا نغزيها يا بيري باشا، أنا طول عمري بتبنى الصواب والحكمة، نحن مشورة أهل الخبرة ما منستغني عنها. يعني أنتوا حصنتوا المواقع اللي حوالين القلعة، بس هذا الشيء ما بيكفي، لازم يكون في مدافع ورا تلال، لأنه أهم شيء حماية الجنود عندي. موقع هون محصن. شو صار بالجسر؟ عم نشتغل ليل نهار، بعد أسبوع بيخلص إن شاء الله، لأنه عم نفتح أبنية كمان. العمال قطعوا شوط كبير يا مولاي السلطان. بيور دالان وزامون صاروا بين إيدينا، بس شو رح نستفيد إذا بلغراد ما فتحناها يا باشا؟ ما رح يهتالي بال قبل ما نستولي على القلعة. سيفي لازم أغرزه بنهر تونو بلغراد. ثبت من عزم سلطاننا وجنوده وانصروا على أعدائه يا رب. آمين. يا رب العالمين حمي من كل أذى. آمين. يا رب العالمين وفقه ويسر أموره وانصره لحتى يرفع رايتك وينشر اسمك بكل العالم.
هلأ جنودنا بلشوا بقصف القلعة. الله أكبر! وما النصر إلا من عند الله! اقصفوهم ودمروهم يا رجال! اجعلوهم عبرة لكل من اعتبر! أروهم قوة الدولة العثمانية! شيلوا عرشه للكافر. حاكم الجبال والبحار والوديان، حضرة السلطان المعظم سليمان. اوعكن تخافوا، العثمانيين مستحيل يقتلوا يلي بيطلبوا منهم الامان. بلغراد صارت من اليوم قطعه من الاراضي العثمانيه، وانا سلطانكن، وراح تشوفوا عداله السلطان سليمان. اذا اخلصتولي ما راح اعملكم مثل العبيد، وراح احميكن.
وراح أخليكم تعيشوا حياة كريمة ومرفهة. ياري باشا، لا تاخذوا منهم ضرائب لمدة سنة كاملة، وخصصوا لهم 2,000,000 ذهبي من خزينة الدولة العليا. عمروا المدينة، وفوراً ابدوا بتعمير مدارس جديدة وكمان جوامع، وأمنوا الأراضي اللي بالمدينة ومحيطة من الأشرار، واللي بيحب يسافر على العاصمة أهلا وسهلا فيه. هاني بيك، والي سمندرا وبلغراد هو المسؤول الأول والوحيد أمامي. اكتبوا هذا الفرمان وكمان اختموه وعمموه على الكل.